الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا ببساطة، وموضوع القرار اللي بقالنا فترة طويلة بنتكلم فيه. الحقيقة كل اللي أنا قلته قبل كده، أي إنسان في أي معهد تدريب أو معهد للقادة يقوله، لأن أنا ما قلتش حاجة تمسنا إحنا كأولاد ربنا. لكن إيه بقى اللي يمسنا كأولاد ربنا؟ في حاجة اسمها صوت الله. يعني إيه صوت الله في القرار بتاعي؟ عشان كده النهاردة وبكرة نتكلم على عنوان اسمه صوت الله في القرار. هل فعلا في حاجة اسمها صوت ربنا في القرار؟ وهل فعلا يعني ربنا ليه دخل بقراراتي ولا ملوش دخل بقراراتي؟ الأول عاوز أتكلم معاكم عن حاجة. هوية الإنسان بتحدد مرجعيته. يعني إيه هوية الإنسان بتحدد مرجعيته؟ يعني الإنسان الروحي الحقيقة في قراراته بيفرق عن أي إنسان تاني نقدر نقول عليه إنسان مش روحاني. يعني في واحد الخلفية بتاعته خلفية مادية، فكل القرارات بتاعته ليه علاقة بالربح والفلوس. وفي إنسان روحاني، طب الروحاني ده بيفكر إزاي لما يجي ياخد قرار؟ أول حاجة الإنسان الروحاني أولوياته واضحة جدا. إيه أولوياته؟ هي ملكوت الله والسماء، إنه ما يخسرش السماء أبدا. وعلشان الإنسان الروحاني أولوياته السماء، كل قرار بياخده بيبص على الأبدية، بيقول هل القرار ده هيأثر عليا في خلاص نفسي؟ هل القرار ده هيأثر عليا في خلاص نسلي؟ يعني أنا وأولادي. الحقيقة مهم قوي 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 الكلمة اللي قالها يشوع ابن نون لما قال أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب. يبقى الهدف لما بيكون واضح بيخليني أستغنى عن قرارات كتيرة وتمسك بقرارات أخرى. يعني في واحد لما تكون مرجعيته مادية وجي هاجر في ولاية، يقول لك الأوفر بتاعك أول ما هتبتدي معانا هتبتدي معانا $100,000 في السنة، وده عرض مش أي حد بيلاقيه أول ما يسافر أمريكا. أنا بقول أي كلام يعني بصرف النظر المبلغ ده كبير ولا قليل. حلو قوي، تلاقي الواحد كده عينيه. في واحد بقى روحاني يقول لك طمني الولاية دي فيها كم كنيسة قبطية أرثوذكسية؟ الولاية دي الكنيسة اللي فيها كنيسة قوية ولا عدد قليل من الأسر ومفيهاش مدارس أحد؟ لا، أنا الداتا بتاعت الكنيسة وتربية ولادي ما بين المسبح ومدارس الأحد أهم عندي من أوفر يكون $200,000 مش $100,000، لأنه حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. فالإنسان الروحي في كل قراراته بيفكر في حاجة واحدة، تأثيرها إيه على الأبدية. علشان كده في ناس كتيرة قوي قوي كان عندها عروض إنها يكون عندها مثلا ممتلكات معينة. صدقوني أنا أعرف ناس بالشكل ده، بس هم قالوا الممتلكات دي هتشتت ولادنا من الوطن الحقيقي. بقى عندنا مثلا شاليه في الساحل الشمالي، فبقى يكلف ولادي ان هم كل يوم خميس، ما احنا دافعين كتير قوي في الشاليه ده ملايين، فابتدوا ولادي يعملوا ايه؟ كل خميس جمعه سبت يسافروا، خميس جمعه سبت يسافروا. طب ايه اللي حصل؟ القداس راح، مدارس الاحد راح، احفادي ما بقوش عارفين ربنا بس عارفين الشاليه. ده يوم الجمعه حتى كصيام الناس بقت مستخسره، بقت تشوي فيه لحمه. خلي بالكم انا بتكلم على يمكن وسط معين، بس كلنا عرضه ان ممكن اي قرار يبعدني عن الابديه. تاني حاجة بتحدد القرار بتاعي كإنسان روحاني، وصية المسيح قالت إيه؟ فأي قرار باخده يتنافى مع وصولي للسماء، أو أي قرار باخده يتنافى إن أنا أطبق وصية المسيح في حياتي، ده معناه إن أنا مش هاخد القرار ده، لأنه ما ينفعش أخده. أنا ابن ربنا، واللي يزعل ربنا ده يبقى عمره ما يكون قرار من الله، ولكنه قرار من عدو الخير، أو قرار من ذاتي يتمشى مع شهواتي ورغباتي الزمنية، ولا يتمشى مع خطة خلاص الله لنفسي والأولادي. علشان كده النهاردة اتكلمنا على
الإنسان الروحي وصوت الله من خلال إن الإنسان الروحي أولوياته واضحة. واحد، الأبدية. اتنين، وصية المسيح. يعني من الآخر تأثير القرار على علاقتي بربنا شكلها إيه؟ لسه للموضوع بقية نكمله بكرة بنعمة ربنا.